مرحبا بكم خوتي تاع العائله الجزائريه. اليوم 16 رمضان عندنا شوف الفلم شوي شويته نديرو شلاض تاع كامل الجزائريين يديروها هكا. عندي هنا شوط افريك راه يطيب، وعندنا هنا طاجين ديال الجلبانه شي لحم راه يطيب شي حاجه قرنون ان شاء الله. راكم معنا في هذه الايامات الاواخر تاع رمضان. شكون اللي بدات حلوة العيد؟ حنا مازلنا ما بديناش حلوة العيد، حنا مازلنا غير مع الطبيب. راكم معنا في بلوغ اليوم عائلة جزائرية. درت دركا في ساشي حتى شوية الناس هكا لا يعرق الماء ويجيكم ساهل كي تنقيوه. هذه الطريقة شوف مليحة لأي طفلة تتعلم. الاسكالوب دوك نشوفو شنو نديرو وندير معاكم هذيك الوصفة تاع الاسكالوب واش ندير بيه. راكم معايا وراه ما يطيبو طيابي. راكم معانا هاي بغيت تشوفو شربة صنبابط. هاي شربة صنبابط نبقى لها شوية ونطفي عليها. هاي شربة صنبابط هاديك وهاو الجوز تاع ما نحكم عليه. شوفو هنا البطاطا تاعي ها تاع البولاك نطيبها في هاذي الجبانة مع اللحم هاكا. شوف نديدلها بها تجينا بها تجينا بنينة، منطيبهاش بحدها، نطيبها في المرقة تاع الجبانة هاكا. وهاي بنتي دوك حبينا شوية بالضبط، شوفوا فيها شويه مارينا والسميد. واش نزيد لهم الخميره والسكر والخل نزيد لهم الزيت من بعد نلمو بالماء وراكم معنا. شوفوا انت اليوم عائله جزائريه 16 من شهر رمضان. وهاي البطاطا اللي قلت لكم عليها واش درت لها؟ درت لها شوف ندير لها الفرماج، ندير لها بيض شويه زنجبيل شويه ملح وهذا ما كان ما تقدر لهاش اموات. دوك نمسيها نعطيها ما فيها كامل هكذا. تحبوا الزيتون كل واحد واش يحب يدير لها ونديرها في الديور تاعي باه نقليها. وعندي دوك هذا الاسكالوب راح ندير لك شحال الحبوب وتشوفوا معايا كيف راح ندير دوك نرحيه. وراكم معايا وجدت انا ثاني لا شابليون الخبز اللي عندي. شوفوا نرحيه البنات شوف ها ونعمروا في بواطا ونصيب الخبز اللي يبقى لنا في الدار عندنا. هاي البنات شوفوا عندي دوك تاع الثوم. شوفوا هذاك لا درت جرحيتو واش فيه واش درت لكم واش درت فيه لي زيبيس. شوف درت راس الحانوت وراكم زنجبيل وعكريه البابريكا وبصل وشويه ثوم وحبه بيض. وهنا ناخذ هذه لا شابلي نزيد نمس فيها هذه شويه. وراني درت المرقه هاهي شوف راهي طيب. درت لها طوماطيش رابيتها طوماطيش حبه رابيتها مع كريين حار الزيت ميسا راهي نص طياب. وشوف الطفي نديرهم دي بولات نرميهم هنا طوماطيش كونسونتخي وراس الحانوت وعكري كركم وزنجبيل. وهاي بنتي شوف راهي تمسي في هذاك الاسكالوب الحاتو ودارت له ثاني كركم زنجبيل وثوم وصل ودارت له الثوم والثوم. تحبوا بودره تحبوا خضرا روح فرماج. وها هي العجينه تاع البطبوط راهي تخمر دوك توجد قدامكم وتوريك لكم. وهنا الشربه تاعنا شوفي قريب خلاص تكملنا. وها الطاجين تاع الجلبانه ها هي البنات شوفوا راهي خلاص هاي طابت. وراكم معنا في البلوك تاع اليوم. شوفوا واش درت لها قولي لهم زدت لها الفرماج وزدت لها هذيك لاكخيم اللي تشوف اللي ما عندهاش الكثيمه السائله هذه. الحليب وزوج حبات فرماج وشويه مغرفه تاع زبده وزيدوا لها مغرفه تاع فرين هكا تخلطيها باه تجي باه تجينا خيطره باش نديروها في البطبوط تاعنا. وراكم معنا في البلوك تاع اليوم مع العائله الجزائريه. بغيتي تشوف كاشوف نخلط هذا كامل هكا شوفوا ونزيد لها شويه هذيك تاع لاشارلي نخلط هكا تغيري شويه تاع لاشابلو بمغرفه برك هكا وينها هذه انا دايره شويه شويه حطي خلاص حبسي غير شويه برك انا غير شويه بدات ما تتحكم لي وندير لهم دي بولات ونرميهم في هكا. شوف غير شويه بدات ما تتحكم لنا هذاك السرطشاش تاعنا. هاي البنات شوف درتهم ها ها جاو دي بولات نرميهم في هذيك المرقه اللي قلت لكم عليها هكذا نزكيو. المرأة لازم في الدار تعرف المرأة الجزائرية شاطرة في الدار تدبر وتحبر هكذا من القليل دير كثير دير هكا شحال من أمورات شحال من ديبلا هكا. وها نشوفو دركا ها نشوفو دارتهم دركا خمرت العجينة على عجنتها وحلتها وتقرصهم هكا غير بالكاس هكذا من بعد تحطهم يزيدو يخمرو باش طيبهم في المقلة. وبهذاك اللي سكالوب اللي وريتلكم درت مثوم بيه راني قسمت ودرت الوسمة واش قلنا حبرو وندبرو. هذه هي المرأة الجزائرية.
هاي البنات كل دومه تاع الزبد درت لها زوج فرحه هكا تاع قارص حطيتهم عليها من بعد نحطها شويه تاع المعدنوس هكا رشه تاع المعدنوس نعاود نغلقهم باه هذاك البراش تاع القارص البنات يدبل لنا شويه لداخل في الطاجين تاعنا ويعطينا بنه بنينه بنينه هكا نغطيهم كما راكم تشوفوا هكا نخليهم يعطينا بنه هذاك البلاصه تاع القارص مع الدومه تاعنا هذيك تاع الجلبان ونكرهي هكا واش ندير عندي هذاك الفلفل المشوي اللي قلت لكم درت له النيل وبيع رقدنا باه كي تجي تنقصيه يجيك ساهل هادو للمبتدئات اللي ما تعرفش ولا انا نوريو لها دوكا نقيه ونديرو شلاضه تاع الفلفل الجزائريه البسيطه مع اذا جزائريه دوكا خلينا هذا البرطوط تاعنا يخمر وكي يخمر نطيبوه معاك ها شويه البنات دوكا راني نقيت هذاك الفلفل شوف كي يجي ساهل كي نحيها شوف درت في الساشي دوكا شوف لاي عائله جزائريه ما تستغناش عليه لان الفلوه نواره الشيكولا هاي البنات شوفوا الثوم تاعنا شوف كيفاش جا ها شوف من نص الدرس الجاي شوفوا تنجبي الدبري وتحبري وديري لهم اطباق متنوعه شوفوا درنا هذا كم ثوم تاع الدرس الجاي قلت لكم عليه بغيين حاجه الله الله عندنا البوراك ها البطاطا تاعنا ها شوف كيفاش جا وزدنا له الطوماطيش والسلطه وهذاك الدرس الدجاج اللي قسمناه ودرناه منه مثوم ومنه مضبوط شوف اي شهي وها الطاجين تاعنا تاع اللحم بالقرنون والجلبانه شوفوا ودي عصرناه تاع قارص ودي طونش تاع القارص مع التالي بعد 5 دقائق تقسميهم وتحطيهم وتغطي على الوسط جبت غطا تاع الطاجين تغطيه الطاجين تاعك باه يطلق البنه قلنا هذاك تاع القارص والمعدنوس وهنا الشربه تاعنا تاع الفريك حاضره مع عائله جزائريه وهي السلطة شوفوا يا البنات كيفاش جاتنا هاي سلطة الجهي خفيفة اليوم مشوي مشوية ومعها بصل مقطع بصل الطويل هذاك الخضر درتو مع الطوماطيش معها شوية فينيغريت هي زيت وخل مسموم وثوم ومعنا بسبوسة تاعنا نونة 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 تحضر معانا تقول لكم صحة فطوركم مبروك وصحة فطور الجميع ومرحبا لي تخلق قناة كوكي كيتشن طبخ ومطبخ وصحة فطوركم